السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا إن شاء الله في هذه الوصفة اللي غادي نبارطاجي معكم. واحد الوصفة رمضانية ما يمكنش يدوز رمضان وما درناهوش في مائدة الإفطار، كنوع من التغيير بواحد العجين كيجي مورق مقرمل. صراحة ماشي الطريقة العادية، تلاحظوا معايا تبارك الله جو رطبين ولكن مورقين، بحال درتهم بلا بات فويتي ولا داك العجين المورق. والحشوه انا درتها بالدجاج، الحشوات كتختلف وكل واحده شنو كيبغي في الحشوات ديالو. ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم هذا العجين وطريقه العجين والحشوه اللي درت انايا، ان شاء الله تقدروا تغيروها. غادي ندوزوا لطريقه العجين باش تعطينا واحد الطريق في الشوسون، طريقه عاديه اللي ما عندهاش العجين المورق، هذه هي الطريقه الصحيحه. ماشي الصحيحه، الطريقه السهله. حنا دائما كنقلبوا على شي حاجه سهله، اما الطريقه الصحيحه ديال التوريق راه هي شويه صعيبه، وخصك توجديها بالنهار ودخلي الثلاجه خرجيها طويها طويه الاولى. هذه طريقه تاخذوا المارغرين وتحكوها مع الطحين، تكون بارده كما كتعرفوا المارغرين كتكون قاصحه، وهذا هو اللي كيخليها تكون واقفه في بلاصتها في العجين. انا خديت واحد نص كيلو ديال الطحين وديك الباكيه ديال المارغرين درت ليها تقريبا ماشي كلها، حيت منها واحد ربع وحكيتها، وغادي نحاول نرملها بحال الا كنوجدوا داك لاباط صابلي العجين المكسر. كنحاول راه غير الكلمات اللي كيمشيو ليا ما كنعرفش سميتهم، ماشي ما كنعرفش، غير كيمشيو ليا في هذه اللحظه. وهنا درت واحد الياغورت اللي غيعطينا واحد الهشاشه في هذا العجين، وشويه الملحه بطبيعه الحال. وهنا غادي نخلط في المرحله الاولى، كنحاول غير نخلط ديك الزبده، ما بغيتش نعجنها المعادي من الروبوني حتى تكور ليا، وما غاديش ندلكو العجينه باش تبقى لينا ديك الزبده كلها ما بين الطحين وما تذوبش لينا وتبقى بلاصتها. مجرد انني كورتها كما كتشاهدوا معايا، ما دلكت ما عجنت ما والو، الزبده باينه ما بين الطحين. هنا غادي نحطها واحد شويه وندخلها الثلاجه غير فيما وجدت البلاصه فين غنطلقها، لان كما قلت لكم ما دايرينش ديك الزبده اللي كتذوب، هذه زبده المارغرين كتكون واقفه وقاصحه. صافي هنا راه ماشي انني عطلتها في الثلاجه غير ما بين نجمع البلاصه فين غنطلقها، وكما لاحظتوا معايا طلقوها بالطريقه اللي شفتوا معايا. هنا راني غلطت، غادي نعاود نرضى. صافي هنا غادي نعاود نطوي الطويه الاولى بحال اللي كنديروا المسمن، لان مع التصوير كيمشي لينا البلان. صافي هنايا الشريط الاول كنطويوه والشريط الثاني كنحطو فيه الاولى وكنطويو عليه بحال اللي كنديروا داك الطبقات ديال الطويات. كما شفتوا الزبده كلها باينه في العجين، وهنا نمشيو نفس الاتجاه، هاد الجهه نمشيو بنفس الاتجاه ونسدو على هاد جوج شريطين. صافي حنايا ها حنا درنا داك التوريق اللي بغينا، غادي يعطينا واحد الشوفون كله مورق. في هاد المرحله غادي ندخلها للثلاجه فيما ندوز نوجد الحشوه. تا هكذا ملي غادي نجي نطلق العجين كتكون ساهله وكتطلق ليا دغيا. هنا الحشوه بسيطه، تقدروا تغيروها دائما، كل واحد شنو كيبغي في الحشوات. هنا غادي ندوز نشحر البصله، ندير لها العطريه كما شفتوا، الثوم بودر، الخرقوم، البزار، سكنجبير، الملحه. وهنا درت شويه ديال القزبر حبوب، كيبنن صراحه، كيبنن الدجاج الوصفات القزبر الحبوب كيبنن الحشوات، وبالاخص كيتواتى بزاف مع الدجاج. هنا هي الفلافل اللي عندكم، شويه شويه من الحاجه، وديروا الخضر، تقدروا ديروا الخضر اللي بغيتوا، تقدروا تزيدوا خيزو، الكورجيت، شوفوا نتوما شنو كتاكلوا ولا وليداتكم شنو كيبغيو فيهم. وهنا غادي ناخذ غير غطايه ديال القرعه وغادي نقطع الجهد ولا العبار ديك الشوسون اللي بغيتهم كبار صغار. وهنا العجين دائما العجين اللي تيكون مورق ما تعجنوش كره، بقاو غير كدوروه على بعضياته هكا باش يبقى لينا دوك الطبقات. ومن بعد غادي ندوز نطلقهم حتى هما ونخرج منهم الدوائر ديال الشوسون. صافي هنا غادي ندوز ناخذ الحشوه، راه ضروري تكون بارده
اي حاجه فيها العجين وفيها الزبده تكون الحشوه بارده. وغادي ناخذ واحد صفر البيضه اللي غنديرو غير في الطرف، ما غنخرجوش في الجوانب، ما تحاولوش تخرجوه في الجوانب باش ملي كتنفخ في الفران تبان لينا داك التوراق وتنفخ، لان البيض كيلصق بحال الكولا غادي يسد لكم داك التوريق. صافي، هنا غادي ندوزها غير النص، نصف دائره اللي غادي نسد عليها، وغادي ديروا الحشوه ما تكونش كثيره باش ما تطرطقش لكم. صراحه هاد العجين راه تقدروا ديروا به عده وصفات، يكون عندكم في الثلاجه كيصبر، كيبقى في الثلاجه قطعوه بالقطع النهار تبغيو، كتجبدوا الكميه اللي بغيتو كتوجدوا بها المملحات ديالكم بشكل هكا فردي، ولا تاخذوا المول كبير وتوجدوا به الوصفات اللي تتكون في عائليه، كيجي رائع وبديل على العجين المورق اللي فيه الخدمه. هنايا بغيتو مازال تزيدوا الفرماج كتزيدوه، راه تقدروا ديروا هنايا كما قلت لكم خيزو، الكورجيت، تقدروا ديروا الزيتون، اي حاجه بغيتوها كتعجب وليداتكم راه تقدروا تزيدوها في هذه الحشوه. صافي، هنا غنسد عليهم كما شفتوا، تاخذوا الفرشيط مشى لي هذا المقطع، كتاخذوا الفرشيط كتبركوا على الجوانب هكاك باش اول حاجه كتسد لينا، وتاني حاجه كتعطينا واحد المنظر زوين في لي شوسون. كتاخذوا غير ظهر ديال الفرشيطه وكتبركوا عليهم في الجناب باش يشكلوا هاد الشكل ويتسدوا لينا، ومن هاد ديكور. صافي، انا ناخذ داك صفرة البيض اللي بقى ليا غادي ندهنهم. هنا بغيتو ترشوهم بزنجلان، بالبافو اللي عندكم، ولا بالزرارع ديال القرعه، ولا ديال نوار الشمس، الزريعه العاديه ديالنا. وهنايا ضروري هاكا ديروا لهم شي تقيبات باش يتنفسوا ما يتطرطقوش لينا في الفران. صافي، هنايا غادي ندخلهم على عافيه، تكون مجهده في الاول حتى تحسوا بهم تنفخوا، ومن بعد كتنقصوا وكتخليوهم ياخذوا لكم واحد اللون اللي محمر هكا، وكتجي فيه واحد القرمشه ولكن رطبين من الداخل. ضروري الحاجه اللي فيها الزبده والتوريق نعطيوها العافيه في الاول حتى تشوفوهم تنفخوا، ومن بعد كتنقصوا درجه الحراره. تبارك الله، راه جاوا مقرملين هذيك الطبقه المقرمشين وبنان ورطبين في الداخل، والحشوه راه بنينه تقدروا تنوعوا فيها كما ذكرت لكم. واحد الطبق اللي ضروري منه في مائده الافطار. كنتمنى لهاد الوصفه ولا هاد الفيديو اللي شاركت معكم اليوم يعجبكم، وتغيروا من مائده الافطار ديالكم بطريقه العجين ان شاء الله. نتمنى يعجبكم، بارطاجيو الفيديو الى عجبكم ولايكيوه ان شاء الله. الى فيديو اخر، خليت لكم الصحه والهنا.